شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43، وقد شهد جناح سلطنة عمان إقبالاً كبيراً من يومه الأول من المشاركة. ترويجاً للثقافة والفكر وتسويقاً للإصدارات العمانية في مجالاتها المتنوعة، جاءت مشاركة سلطنة عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43 تحت شعار هكذا نبدأ، والذي يشهد فعاليات وجلسات حوارية ثقافية وأدبية وفكرية وعروض مسرحية وفنية متنوعة. سلطنة عمان تشارك بعدة مجالات في الجناح، تضم مجال الفقه والعلوم والأدب والتاريخ. من أبرز الإصدارات التي تتواجد في جناح سلطنة عمان إصدار الموسوعة العمانية الناشئة، الذي انبثقت من الموسوعة العمانية الأم، وهذا أفضل مشروع تم إصداره في عام 2024. شد انتباهي في سلطنة عمان أنه الجناح العماني هنا في المنطقة في كتب تاريخية، في كتب دينية، في أشياء تتكلم عن الحضارة العمانية. الحضارة العمانية طبعا حضارة قديمة وجميلة، سلطنة عمان يعني فيها يعني مرت عليها تاريخ وعصور كثيرة، وفي هذه الكتب اللي عندكم ما شاء الله تبارك الرحمن كتب تتكلم عن الحضارة اللي اجت عندكم ومرت عندكم في عمان. تمثلت المشاركة العمانية في جناح لوزارتي الإعلام والثقافة والرياضة والشباب، بالإضافة إلى مجموعة من دور النشر العمانية عرضت مجتمعة أكثر من 6000 كتاب ضمها 700 عنوان في مختلف المجالات العلمية والتاريخية والثقافية والفكرية والأدب والشعر وغيرها. طبعا احنا كدار عرب عندنا توجهين في النشر، توجه في نشر الادب العربي وايضا توجه في ترجمه الادب العربي الى اللغه الانجليزيه ونشره باللغه الانجليزيه. فنحن وجودنا في المعارض الدوليه دائما نهدف من خلاله الى تعريف القراء الموجودين في هذه الدول بالثقافه والتراث العمانيين وحتى بالادب العماني بشكل خاص وبارز، سواء للمتحدثين باللغه العربيه وحتى اعمالنا العمانيه اللي ترجمناها من اللغه العربيه، اعمال كتاب عمانيين كتبت باللغة العربية ثم قمنا بترجمتها ونشرها باللغة الإنجليزية لتعريف حتى القارئ الإنجليزي بهذه الكتب. حقيقة جناح السلطنة جناح مميز جدا من حيث عدد الإصدارات، تنوعها في جميع المجالات، ثقافية، أدبية، اجتماعية، اقتصادية. وهاي للمرة الثانية أنا أزور جناح السلطنة في معرض كتاب الشارقة. وقد شهد الجناح العماني إقبالا لافتا في يومه الأول، لا سيما على الإصدارات الحديثة كالموسوعة العلمية للناشئة. وتأتي أهمية مشاركة سلطنة عمان في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته 43 انطلاقا من أهمية التسويق والتعريف بالفكر والثقافة العمانية بمفرداتها المتنوعة في مثل هذه المعارض الدولية. منصور بن ناصر السعدي، إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة.